تاكسي، ولا من الممكن زادة أنك تخلص قضيتك بالتليفون. يكفي تكون عندك لابليكاسيون ديديسيت تسكاني الكيو آر كود اللي تلقاها عند التاجر، وهكاكا تخلص قضيتك بالوقت وبالك مرتاح. لابليكاسيون ديديسيت هي خدمات بسيطة سريعة آمنة وتسهل لك حياتك. البريد التونسي، خدمتكم تسعدنا. يوم سعيد، يوم سعيد، يوم جديد. معنا بدات الحكاية، معنا بدات الحكاية. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، إن شاء الله يومكم سعيد. وقيت الآن باش نمشيو مع بعضنا لقراءة خاصة بأبو نور وتقديم لأمل الجندوبي. جرائد اليوم ماذا عنونت؟ جرائد اليوم. صباح النور. جرائد اليوم عنونت كل خير. مش نبداو بجريدة لابريس. لابريس فتحت ملف العنف في مجلس نواب الشعب وتساءلت إلى أين يسير البرلمان. مشيو لجريدة لو كوتيديان، تساءلت هل الحل في حل البرلمان لتجاوز أزمة نواب الشعب؟ حل من الحلول. وحول موضوع العفو الجبائي تساءلت الصحيفة، هل هو العلاج الجيد أم تسامح مشكوك فيه؟ نواصلوا مع جريدة الشروق، وتساءلت ماذا ينتظر سعيد لإنقاذ البلاد بعد أن قال إن لديه صواريخ على منصات الإطلاق. وفي موضوع آخر، أشارت الشروق إلى إثارة المنصف المرزوقي فتنة مع الجزائر على خلفية اتهامها بإفشال المغرب العربي. وبشأن جديد الكوفيد، نقلت الشروق عن مدير معهد باستر وعضو اللجنة العلمية هاشم الوزير تأكيده على أن نجاعة لقاح كورونا مثبتة علميا ولا داعي للخوف. هي انطلاق التلقيح في انجلترا رافقوا شويه خوف، فما خوف من المواطنين غاديك، لكن الاقبال كان جيد. واول صوره معناها دارت العالم الكل صوره نتاع مسن عمرها 90 سنه هي اول من خذات الجرعه الاولى في التلقيح. لهنا باش نبقاو خايفين من التلقيح، مانيش نعملوا حل دائم لهذا الفيروس، معناها باش نبقاو نتعاركوا معاه ويغلبنا في اغلب الاحيان. ما نغلبوه يظهر لي الحل الوحيد انه نصدموا على التلقيح هذايا، وان شاء الله يكون ناجع وما عندوش انعكاسات سلبيه على المواطنين. نمشيو لجريدة الصباح، واكدت ان الضغط الجبائي يبلغ ذروته في 2021. الضغط الجبائي يبلغ الذروه نتاعو في 2021، مازالوا ينجموا يدفعوا التوانسة. هما كان نعطيهم الشهريه، مدولهم الشهريه خاصه بالنسبه للموظفين، ما نتحدثش على المتهربين وعلى الاخرين وعلى اللي عندهم برشا كونتابليه وكوميساريات وكونت ويعرفوا الكتيبه ويعرفوا كيفاش تمشي الامور وكذا. نتحدث على الموظف العادي كارو يعطي الشهريه للحكومه، تاخذ تحب هي جبايه تصرف هي على الدار وعلى الدنيا الكل، وإذا كان زاد فضلة حاجة نعطيوها للحكم. مسامحين. ياخذوها يا سيدي. الضغط الجبائي اللي باش يتزاد الأغلبية نتاعو باش يكون على الموظف وعلى اللي يقوم بواجبه الضريبي، معناه يمشي يقوم بواجبه الضريبي، أما المتهرب الضريبي ما عليه الضغط الجبائي هذاك. في موضوع آخر، وعلى خلفية دعوات لتدخل الجيش ولحل البرلمان، تساءلت الصباح هل هو انقلاب على الديمقراطية أم إنقاذ للبلاد؟ نعم. جريدة المغرب نقرأ على صفحاتها اليوم، أمام تفاقم الأزمة والتراجع الحاد للثقة في البرلمان، استقالة الغنوشي خطوة في الاتجاه الصحيح. الرئيس ودعوات حل البرلمان المباح والمحظور في إدارة الأزمة. رئيس رابطة حقوق الإنسان يقول هناك انتكاسة وخوف على الدولة ومؤسساتها. هذا اللي معناها المهم هنا، أنه نستحفظوا على الدولة، نستحفظوا على البلاد. راهو الأحزاب وإلا السلطة الحاكمة الآن، حكومة الآن راهي باش تمر، تبقى شي عام عامين ثلاث وتمشي على الروح، مش هي اللي باش نحملوها المسؤوليات الكلها، ولا هي
باش نضربوها هي، معناها نضربوها ما خليوهاش تخدم، انه باش تخسر هي، لا باش تخسر البلاد وتخسر الدوله. المحافظه على الدوله اهم حاجه يلزمنا نشتغل عليها. الرأي العام قالت إن الخلاف حول قانون المالية لسنة 2021 يؤكد القطع مع المنوال التقليدي في المصادقة على الميزانيات. وعلى خلفية الذكرى العاشرة للثورة، كتبت الصحيفة عن الثورة بين كرم التاريخ وعبث السياسة وغموض القادم. وفي موضوع آخر، تساءلت الرأي العام عن خلفية حقد عبير موسي الدفين على محمد الغرياني. جريدة لوطون، وحول إضراب القضاة الممدد، تساءلت إلى متى سيتواصل غلق المرفق العمومي للعدالة، ولاحظت أن العدالة مشلولة منذ 16 نوفمبر الماضي. بسرعة نكمل اللي بقى وخل نخرج الشهر بسرعة. جريدة الأخبار تحدثت عن تورط 220 مقاولا في الغش والفساد. ووفق الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فإن حجم الفساد في الصفقات العمومية بلغت قيمته 2000 مليون دينار. نعم. نختم بجريدة الصحافة اليوم، وفي افتتاحيتها تحدثت عن 100 مليار دينار حجم المعاملات بالشيكات في تونس، يتم توجيهها بالأساس نحو تمويل الاقتصاد الموازي وضخها خارج الأطر الرسمية للدولة. وتساءلت هل الحل في تغيير العملة وتغيير الشيكات. شكرا لك، يعطيك الصحة. نخرج الشهر ثم نرجع بعد قليل مع المعهد الوطني للرز الجوي في قراءة لتطور الحالة الجوية بالنسبة لهذا اليوم.